انا ما صدقتش لما جالي الخبر. فوق الاصفر عندنا هنا. وحشتني، قلت اجيلك برجليا عشان تعرف معزتك عندي. ازيك يا فوده؟ اقعد يا جد الله. ايه هو ده لازم يبقى اخرتها يا صاحبي؟ سلطان قال ايامنا زمان وما سمعناش كلامه، وانا قلتها لك بعد منه وبرضه ما سمعتش كلامه. الظاهر الحكايه دي تمامها كده، تتقال ومحدش يسمع. ولا عمرها هتتسمع يا جد الله. كرنكر عينين مفتحه وقلب حرنان على الزياده، مش كار ودان مستنيه تسمع اللي يطمنها ويضحك عليها بكلمتين. شكل الحكايه جاي من قريب، من اللي منك. لو انت السادق، من اللي منك انت. سيد ابنك يا جد الله. سيد ابني؟ استغرب ليه؟ سيد اللي دخلته بيتي وتجارتي وشاورت له على سكه الدنيا يرمح فيها زي ما هو عاوز، ومع اول حفره زقني وردم عليا بلاوي. الا وسيد ماله ومال تجارتك وبيتك ودنيتك؟ ايه؟ لو تراب العنبر اللي عايز دماغك ولا ايه؟ ابنك في الكارمن قديمه يا جد الله، جالي محمل بالصنعه. سيد ابني؟ وانا لاجل خاطرك رديته عن سكتي مره واتنين، لكن هو بقى حطني في دماغه. سيد؟ وخيرني، يا يبقى معايا يا عليا. وادي اخرتها، ضربني في ظهري ورماني هنا. لا اسمع، سيدة سيد جد الله ليها مقامها. سيد جد الله ما يطعنش حد في ظهره ابدا، لانه سابع وراني. واذا كان داس عليك يبقى انت اللي ابتديت معاه بالشر. لو انا خد حقه منك كان هيبقى لي كلام تاني معاك. تمام يا جد الله، بتشجعه على الغلط يا جد الله. ولا اللي فاكرك هتجيبه يحق نفسه ليه على اللي عمله؟ انا ما حدش يقع بيني وبين ابني، ابن راجل. ولو اختار سكته حتى لو مش عاجباني يبقى هرشها وعارف تمامها. يا جد الله اسمع. الا سيد، انا مش ناسي وقفتك معايا زمان وعيالي، لكن انا خارج من هنا على طوبتي ومش هخسر لو بعتك على هناك قبل مني. اوعى تاذي سيد او حد من عيالي، فاهم؟ أفندم. نعم. يا أحلى داني، ولا أنتوا بتقفلوا زي الحلقين يوم الاثنين؟ دمك تقيل قوي. وعلى فكرة رحاب أختك مش موجودة هنا النهاردة، إلا بقى لو هي بتشتغلك ومفهمك إنها في الشغل. عيب عليك، مفيش حد يعرف يشتغلني وأنت عارفة كده كويس، مش كده ولا إيه؟ انت جاي ليه دلوقتي؟ انت عارف اني جاي ليه؟ كنت عايز انام. كنت، انما دلوقتي خلاص لسه. بس انت واخده على خاطرك مني من المره اللي فاتت. وايه اللي مخليك واثق؟ عينيكي، عينيكي فتحاكي. امال ايه بقى اللي خلاك تأفور لما جيت لك المره اللي فاتت؟ جيتيلي في الوقت الغلط، فخدت الوش اللي مش هو. وايه بقى الوش اللي هو ده؟ عاجبين. وبعدين؟ بس انا مش بتاع حب. هاي احنا هنقضي وقت حلو مع بعض، وبرضه كل واحد ليه دنيته. هفكر. توفيتي خلاص. خد الفرحه على طرف عبد الدكتور.
هاتي هاتي البرنامج بتاعي هيبتدي. الجرايه بتاريخ واتفرج على تمثيليه. تمثيليه ايه؟ بقول لك البرنامج بتاعي هيبتدي دلوقتي. مساء الخير اعزائي المشاهدين. بصي اهو اهو انا ايه الحكيم. ده بجد شبابك يا مصر يعني إيه اهتم بكل حاجه تخص الشباب. والله وانا اللي كنت فاكراكي بتهيس علينا. هيس؟ طب اتفرجي اتفرجي يا اختي. واننا لازم في السن ده نحقق حلمنا. يا نهار اسود مالت طلع على التلفزيون مالت كده هتفضحينا في المنطقه. يا سلام هو ده اللي همك صح؟ بدل ما تقولي لي مبروك وتفرحي لي انت دايما كده على طول ما تقولي كلام ملوش لازمه. يا اختي ملوش لازمه. ما انت لو كنت بتسمعي كلامي كان حوق فيكي ما كنتش فضحتينا يا كلب. افضحكوا ايه بس؟ ما كفايه جهل وقرف بقى. هو انت يعني كنت ظبطيه مع واحد في الشقه؟ ما انا اهو قدام الناس كلها اهو. ايه العيب في كده يعني؟ صح ايه العيب في كده طبعا. وسيد اخوكي بقى عارف ولا هيجي يطربعها على دماغك وعلى دماغنا كلنا؟ يا ناس يا ناس حرام عليكم بقى. انا نفسي افرح. ده اللي عملته في شهور غيري ما عرفوش يعملوه في سنين. يا اختي يا مصيبتك يا نصرة. والله انا ما مصدقه. وليه لا يا نصر؟ مش مصدقة ليه؟ آية تعبت وتستاهل توصل. مبروك يا آية. ألف مبروك. بحب قوي أمشي على الخط اللي في النص بين التعود والزهق. هي دي المتعة اللي بجد. وعارفة إن أنت زيها. ساعات كتير اللي نفسنا فيه بيسوق وبيخلينا فاكرين احنا شايفين كل حاجه كويس بس في الاخر بيطلع فيستك. طب وانت بتعمل ايه بقى عشان ما يطلعش فيستك؟ بس بلاقي كويس واتقل عليها لحد ما في الاخر بيحصل. عايز اقول لك ان المكان هنا حلو قوي. هيبقى لوكيشن هايل. بس يعني احنا ممكن نروح عندك على السطح ناخد شويه حاجات وبعد كده ايه يعني ناخد كام لونج شوت كده للحرم كده يبقى تمام قوي. بص يا اخويا انا من ايدك دي لايدك دي بس بالنسبه بقى للتصوير في القهوه ده مش في ايدي. وبعدين خلي بالك اصل الفيوزات ضربه ما بيننا يعني. مش مشكله انا هظبط لك الموضوع ده. ده ايه ده بقى يا اخويا؟ ده الورق اللي انا هقراه؟ لا طبعا ده العقد. العقد اللي هنتفق ونمضي بقى. ايوه يعني هتدوني كام يعني؟ يعني هنديكي مثلا يعني 3000 في يومين تصوير. يا اخويا ولو انهم يعني مهلوقين عليا بس ماشي ماشي. المهم بقى انا شكلي هيطلع ايه؟ بطله يعني ولا هعدي ظهورات؟ لا طبعا انت البطله. بص هو في كام رقصه معاكي بس انت المهم. انت الفيلم كله عليك. يبقى خلاص على البركه يا اخويا. يلا بينا. عدم المؤاخذه يا عمنا لما هي كل حاجه في الفيلم يبقى ازاي هتدوها 3 بواكل مؤاخذه؟ ايه يونيا في ايه؟ خليك معايا انا سيبك من يونيا. عايزين يونيا في الفيلم يبقى تتفق معاها في المعقول. وده كام بقى المعقول ان شاء الله؟ 10 بواكي ده اقل حاجه. ليه يعني ده كتير جدا؟ بقول لك ايه؟ هم 10 بواكي عاجبك عاجبك مش عاجبك لا في تصوير عند يونيا ولا في الحاره ولا في القهوه وتاخد واجبك وحاجتك وتتكل على الله وما تشوفش وشك تاني. طب بقول لك ايه؟ هم 5000 وكده يبقى زي الفل. لا يفتح الله. خلاص يا معلم نخليهم 7 وبارك الله فيما رزق. ها قلت ايه يا استاذ؟ لا يحرن عليا. بعدين خلي بالك ده كلامه سيف على رقبتي. موافق. وانا كمان موافق. امضي. هتديها عربون. حاضر. هو البتنجان ده ناشف كده ليه؟ لولا ان انا محبوقه لك يا بت في موضوع عمر كنت زعلت منك بجد في حكايتك انت وسيد. حكايه؟ حكايه ايه؟ هو قال لك حاجه؟ لا يا اختي ما قاليش حاجه. انا اللي عرفت كل حاجه. بقى حضن يونيا احن عليكي من حضني برضه. النبي يا اختي ما كنت دريانه بروحي. وبعدين انت من ساعه ما سن النبي حرص عمر ما بقى في ديلك وانت مش ملاح. اجي انا بقى اقعد اعيط وانوح وشايلك الهم. وتعيطي وتنوحي ليه يا هبل؟ انت بتشتهي النكد والسلام. احمد يا اختي حكى لي على كل حاجه وقال لي ان الموضوع مش مستاهل يعني. ان
شاء الله مش هيحصل اللي في دماغك ده. بس انتي اهدي شوي، استهدي بالله. ونعمة بالله يا اختي، ما هو غصب عني يا نصر، الوحدة وحشة والصبر مر. انتي قلتي تعملي الفيلم ده على الجدع عشان تحنيني قلب، والحنين ما قدرش. جرالك ايه يا ولية؟ وانا هفول على نفسي وافسر في وشي عشان احنن قلب الراجل؟ بلا تفسري بلا نيل، انسي بقى. هو يعني كان حصل ايه؟ هو حد فينا بيعيش من غير وجع؟ لازم الواحد يدخل نفسه في اللي حل دنيته ومرارها. الو، ازيك يا راشا؟ ازيك يا حبيبتي؟ طب الحمد لله. انتوا فاضيين الخميس؟ طيب يا حبيبتي هزبط امور انا واقولك. ربنا يتمم على خير يا عروسة ان شاء الله. بالسلامة حبيبتي. عروسة حمادة الطيب. هو حمادة خطب؟ ما هو بعد ما قطع الامل فيكي وقعد يعني يتلوع الجنبين، قابل العروسة دي فقال لي اكلمها له. واللي زي حمادة ده يعني يخطب واحدة كده من غير ما يكون فيه بينه وبينها حاجة؟ يعني عارفين بعض حب؟ مش مهم. أصله يا أختي عمل لي فيها عندليب وكان عايز ياكل دماغي يعني. وهو هيعمل إيه؟ ما الجدع عايز يعيش. واللي يفهمها صح زي ما أنتي قلتي بالظبط، اللي يدخل روحه في اللي يحل عيشته المرارة. احشي يا أختي احشي. حاضر. قدلنا شوية ترش يا حلو. كفايه عليك كده. ادينا السلامه عم بلبل. الله لا يسلمك. انت كنت فاكر ايه؟ ان انا مش راجع؟ والله ليه كده طيب؟ لما كان اكل عيش. بقول لك ايه؟ قول لي ايه؟ هتيجي نتكلم في حته تانيه اهدى من كده. يا جدع طب اقعد كل لك لقمه طيب. ما انت لسه قايل ده مكان اكل عيش. كون بس معايا. ماشي. خلي بالك من محل ياه. فلوس ايه اللي انت بتتكلم عليها دي يا وليه؟ اتقالي كده عشان انا مش لاطق. فلوس يا معلم، كنت مديهم لاخويا الحاج ربيع. القرشين اللي كنت مديهم له وشغلهم لك دول ايه؟ ضحك عليكي وكلهم وجاي تشتكي مش كده؟ لا يا معلم، الحاج ربيع خلف ظنك المره دي واداني الربح بتاعهم كمان. ربح؟ الكلام ده جد يا بت؟ او النعمه يا معلم، 120 جنيه على كل باكو. يا سلام. ليه بقى ان شاء الله؟ كان بيشغلهم في ايه عشان يكسبوا المبلغ ده؟ لا يا اخويا لحد كده وما عنديش خبر، بس اسالهولي. لا 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 تسالولي ايه؟ انا مش عايز اسمع سيرته اصلا. ليه بس كده يا معلم؟ ده انا كنت مستنيه يعني اشوف هيظبط معايا ولا لا عشان افتحك في الحكايه. ليه هي؟ ما دام بعت القهوه وقفت فكرت كده يعني لو ابيع حتتين الصيغه وديهم للحاج ربيع ويشغلهم معاه، وهو يجيبوا قرشين كل اول شهر حلوين بدل يا اخويا ركنتهم كده، واصلهم محفوظ. طب احنا نضمن منين انه هيظبط المره دي كمان؟ اقعد معايا يا اخويا وافهم منه. عجبك الكلام؟ اهلا وسهلا، خير وبركه. ما عجبكش يبقى ابنك في ايدك وبالسلامه يا قلبي. استنى سيكا كده خمسه يا رجاله. ازيك يا عصام؟ انت ما بتردش ليه يا ابو نسر؟ ايه يا رجاله؟ الراجل شكله مش مرضي، خش عليه. استراحه قصيره وسعوله. عصام فاكر لما جيت لك وقلت لك انا راجع وانت ما سكتتش؟
اختك ما تلزمنيش يا عص، عشان انتوا من اخر عيله واطيه، ما يشرفنيش ان انا نسيبكم هتلطوني معاك. ولا انت ايه رايك يا معلم حمامه؟ والله اللي تشوفه عم بقول اللي اشوفه ده، انا هفكه وهعلق امك بداله. والله ليه كده يا ابن عم؟ احنا ولاد حته واحده برضك، اذا كنت جبت فيك جول ولا جبت فيها جول. الكلام ده كان ايام الاهلي يا عم. اهلي وزمالك ايه؟ ما خلاص خلصنا بقى. لسه ما خلصناش، دي مجرد بدايه. ماشي يا عم، اللي يرضيك ويشفي مدينك يا عم. لا انا كنت جايبك معايا الحفله عشان تتفرج وتتبهس. انا بقولها لك، اياك اسمع صوتك هو اللي اشوفك في المنطقه بتتشرب، هندمك. ماشي يا حمامه؟ ماشي يا عم بولبول.